هي كأس العرش التي لا تفرق بين صغير وكبير. شباب المحمدية لم يكن هاويا أمام فريق اسمه الوداد. أبناء مدينة الزهور أبدعوا في مباراة كادت تحطم أحلام الوداد في المنافسات. الصدمة كانت قوية منذ البداية حين فاجأ بدر الدين عبيد الجميع بكرة استقرت هادئة في شباك المياغري. الشباب كان متحمسا في المواجهة والوداد ضيع كثيرا عديد المحاولات. نجدي لم يكن في يومه واللاعب ضيع أسهل طريق إلى شباك الحارس سعد بن صغير. شعلة الأحمر تعالت في المدرجات وضباب كثيف ملأ الجنبات. المياغري وقف مذهولا أمام الهجمات والرأسية هنا تجد العارضة. الوداد كان في محك لا يحسد عليه وتمرير جواد إيسن مرة أخرى لم تشأ رأسية الوافد عمر نجدي. باقي زمن الشوط الأول لم يأتي بجديد وقصة غريبة خلال الشوط الثاني. الأحمر سعى جاهدا لفك عقدة اللقاء. هنا المحاولة لكن ضائعة. الشباب كان ندا صعبا في المباراة وأخيرا الهلال زكريا يتنفس الصعداء. التعادل هدف لمثله لم يكن إلا بداية الإثارة. 5 دقائق وقت بدل ضائع لم تكتب الجديد. خلال الشوط الإضافي الأول تمريرة المناصفي على المقاس تجد جواد إيسن في المكان المناسب. شوط إضافي ثاني مر ساخنا على الأحمر حين تمكن عرافي من كبس وحبس الأنفاس. التعادل بعثر الأوراق. بعد ذلك المناصفي يتحصل على ضربة جزاء واللاعب يختم بها مسلسل معاناة حين وقع للوداد هدف المرور إلى ثمن النهائي. بالنسبة للاعبين فالحمد لله فقدموا واحد المقابلة جيدة. تنشكر جمهور فريق الوداد البيضاوي اللي ساندنا حتى لآخر دقيقة. الفريق ديال شباب المحمدية فكان كان تيعطل في الوقت فهادشي ماشي في صالح ديالو فالحمد لله المهم هو الانتصار. هنيئا الوداد وهارد لك الشباب المحمدية. فعلا المقابلة احنا خديناها بجدية ولكن اللي نقول ما عمرنا لا تكلمت على الحكام. عار على حكم يصفر ضربة جزاء. العربيط هو اللي ما كانش ماشي الزهر. حشومة بطولة حشومة فيه وباقي كتشطاو بحال الفينانشيال. والله شي حشومة بالله عيب. ربما الأحمر لم يحسب حسابا للشباب. فريق الهواة كان فعلا ندا صعبا وظهر بمظهر لائق جدا في المباراة. هي أمسية كروية جميلة كان البساط شاهدا عليها. الشباب أبدع وأقنع والوداد سجل وأمتع والإثارة مستمرة في المنافسات. من مراقب محمد الخامس لكم تحيات عثمان الودنوني. وبالكأس الفضية دائما